مش قلت لك تطلع اوضتك؟ مش قادر دلوقتي. وقادر تنزل تقعد هنا؟ كنت عايز اقعد لوحدي شويه. مستحى انك تسيب مراتك لوحدها في ليله زي دي. رحت اطمن عليك في اوضتك ما لقيتكش، ولقيتها حالتها وحشه قوي، حتى ما غيرتش هدومها. حازم كلنا تعبانين وعايزين نرتاح. نرتاح ازاي؟ والجريمه اللي عملناها هنا من 10 سنين رجعت تفكرنا انها ما ماتتش ولا اتنست. حتى لو سلمنا انها جريمه، ساعات بنضطر نعمل حاجات غلط لاسباب صح. احنا بشر بنغلط وهنفضل نغلط وهندفع ثمن الغلطه اللي بنعملها دي بالذات، ما تنسهاش. هندفع الثمن لو سكتنا وسمحنا للي قدامنا انه ياكلنا، واحنا لا هنسكت ولا هنسمح. وهنعمل ايه؟ هنقتل مين المره دي؟ احنا ما قتلناش حد قبل كده ولا هنقتل. ميسكة هي اللي غلطت زمان لما سمحت لنفسها انها تحلم حلم مش قدها، وكان لازم يترد عليها بنفس طريقتها. يترد عليها بالنداله والخيانه؟ يترد عليها باللي اتعمل فيها هنا من 10 سنين؟ اطلع اوضتك يا حبيبي، خد مراتك في حضنك وطبطب عليها وسيبها تطبطب عليك. تصور يا حازم، اول مره اخد بالي دلوقتي انا لغايه النهارده كنت بعاملك انت واختك على انكم لسه اطفال. سمحت لكوش تكبروا، تشيلوا المسؤوليه، تجربوا تاخدوا قرارات صعبه مره في حياتكم كنت انا اللي باخدها بدلكم. بس معلش، لسه الوقت ما فاتش، وهكبركم بالعافيه وغصب عنكم عشان ساعتها يمكن تفهموا انا ليه كنت ببقى مضطر اعمل حاجات عشان البيت ده يفضل ثابت، مش اي شويه هوا يوقعه. تموت؟ يعني ايه تموت؟ انت مش قلت لي انك عامل حساب كل حاجه؟ انا علقت لها محاليل وبعت حد من المساعدين يجيب كيس دم، بس النزيف شغال مش عايز يقف. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ استنى يا حازم، ما ينفعش تموت، ما ينفعش. ما هي ده اخرت ان احنا نجيب دكتور من تحت بير السلم. ملهاش علاقه يا حازم بيه، الموضوع اكبر مني دلوقتي. دي حاله نادره وبتحصل مره في المليون. بعدين احنا ما عملناش الفحوصات الكامله وحضراتكم عارفين ليه؟ احنا كده هنروح في داهيه. مش لوحدي كمدام، انا كمان مستقبلي هيروح، وبدل ما اعمل ماجستير ودكتوراه هيودوني ورا الشمس. وانت هتفضل واقف كده؟ اطلب الاسعاف بسرعه. الاسعاف مش هيعمل حاجه، الرحم ضعيف وحصل فيه ثقب، كل دقيقة بتعدي عليها خطر على حياتها. يعني ايه مفيش حل؟ هو في حل واحد. ايه هو؟ نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.